افتكرت. بدر، اسمه بدر. معلش اصل انا في 300 حاجه في دماغي داخلين في بعض والله. يا حبيبتي سلم دماغك يا مروه. بدر ده بقى بيلف ورانا في كل الحفلات، من اكبر معجبين لؤلؤ، مجنون بيها كده، تحس ان هو زي مجنون سعاد حسني مثلا. بس غلبان يعني. وعرفتي منين بقى يا مروه ان هو عيل غلبان؟ هو انت قابلتيه؟ مره يعني ولا مرتين. كان جه لؤلؤ وكان عايز يدخل لها بس انا منعته. انت اللي منعتيه؟ غريبه قوي دي. يعني انت عاوزه تفهميني ان هو عدى من كل السكيورتي اللي على ابواب الحفله، وبعد كده عدى من كل الجردات بتوع لؤلؤ ووصل لك، وانت اللي منعتيه؟ ايه ده؟ ده يبقى سوبر بدر بقى على كده. هو بيطير؟ لا مش عارف، بس يمكن دخل في وسط الزحمة كده ومحدش شافه يعني. وبعدين في مرة كنت أنا واقفة وهو عارفني، وكان جايب بوكي ورد كبير قوي للؤلؤ وكان عايز يدخله لها، بس أنا خدته منه. وديتيه لها؟ الورد؟ دخلته لها الأوضة. غريبة. بس أنا لما سألت لؤلؤ قالت لي إنها ما تعرفش عنه أي حاجة، مش كده؟ في يا ترى؟ هو أنا هفتكر كل حد جاب لي ورد؟ وبعدين إحنا ما وراناش غير سيرة اللي اسمه بدر ده بقى ولا إيه؟ مالك يا حبيبتي؟ مالك اتوترتي كده ليه لما جت سيرته؟ ده حتى مروة بتقول عليه عيل غلبان وضعيف، مش ضعيف يا مروة؟ ضعيف،